بسم الله الرحمن الرحيم. عيد سعيد في عام 1443. طبعا عيدنا بين عيدين، لأنه عيدنا عيدين، فهذا عيد الفطر بعد رمضان، وإن شاء الله تصدر المجلة قبل عيد الحج، قبل العيد. يعني عيدنا عيدين والمجلة تصدر بين العيدين بإذن الله. نريد، سيكون في المجلة نوعا ما تحليل. طبعا المجلة مقروءة وأيضا مسموعة، فعندنا بعض يعني بعض وصف من عالم جليل وقصص حقيقية نسمعها. طبعا العالم الجليل هذا الدكتور زغلول النجار، فنسمع الآن. ما يعني ضيفنا قدمت له هذه الورقة وقلت له هذه الورقة أو هذه الكتابة وجدتها في مرجع من القرن السادس الميلادي، فاندهش. قالوا لا يمكن، استحالة. قالوا لماذا استحالة؟ قالوا أولا اللغة الهيروغليفية لم تفك رموزها إلا في القرن التاسع عشر الميلادي، من في القرن السادس كان يعرف هيروغليفي؟ ثانيا هذه الموميا أو الآثار اللي عليها اسم هامان لم تكتشف إلا في القرن التاسع عشر الميلادي، فمن في القرن السادس كان يعرف هذا الكلام؟ قالوا إيه المرجع بتاعك؟ قالوا القرآن الكريم. فانتعش الرجل، القرآن نتكلم عن هامان. ميمون سألته إيش أقرب متحف موجود فيه أثر فرعوني عليه اسم هامان؟ قالوا في متحف في فيينا موجود فيه أحد البوابات المعابد مكتوب على اسم هامان. قال ذهبنا سويا كتاب اسمه Dictionary of Personal Names of the New Kingdom، قاموس الأسماء البشرية في المملكة الحديثة، المملكة الفرعونية الحديثة. فقلت ذهبنا إلى فيينا، ومقابل أن كنت أكتب إسلامي ولا أحاول أن أعلن عنه، وأعتبر أن الإسلام أو الإيمان صلة بين العبد وربه. قل والله لما وجدت اسم هامان كما رسمته بخط يدي، يعني هتفت بأعلى صوتي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوخذي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هذه الآية جعلت ثلاثة من العلماء، يعني أستاذ الآثار الفرنسي وأستاذ الآثار الألماني وبوكاي، في موقف كهذا مجرد اسم هامان على يعني عمود من الأعمدة أو على باب من الأبواب، أن ينطق بشهادتين في موقف كريم. وأنا حطنا اسم صورة الأثر هذا اللي وجدوا عليه اسم هامان ومرجعه إن شاء الله تجدوه على التسجيل. موجود اسم هامان ومهنته كرئيس أو مراقب لعمال مقارع الحجر، وجد أيضا على منقوشا وبحروف هيروغليفية واضحة على أحد أعمدة إحدى المقابر الفرعونية القديمة، كما أن هناك دليل آخر وهو وثيقة تشرح مهنة هامان كرئيس عمال مقارع الحجر والبناء لفرعون. طيب اليهود كله باطل في باطل. ف يعني ذكرت ان انا كان عندي محاضره في نادي سبورتنج في الاسكندريه من سنوات. بعد المحاضره بيلتموا الناس يسلموا علي، فلقيت شخص بيقول لهم فسعوا لي طريق، انا معي كتاب على ذهني لكروزانو. ما حدش رد عليه، قال لهم طيب خذوا الكتاب وصلوا كله. وصل لي الكتاب، وجات الكتاب اسمه هل هو موسى؟ استغربت يعني ايه هل هو موسى؟
قرأت كتاب المهندس اسمه أسامة القويسني، والكتاب موجود على النت وأتمنى أن كنتم تشوفوه، يعني على غلافه صورة بني آدم وبيقول هل هو موسى. المهم يعني قرأت الكتاب، فوجدت الكتاب الحقيقة ممتع ولكن مكتوب بلغة ركيكة شوية، هو طلب مني أن يعني أنصحه يعني أقول رأيي في الكتاب، فنصحته أن يعطي الكتاب لمراجعة اللغة العربية، يعني يحسن اللغة العربية قليلا، لأن في معلومات جيدة جدا، يعني معلومات رائعة. فالرجل يقول يعني أنا ضغط ذرعا بادعاءات اليهود أن لهم حق في الحجاز، يعني ويبدو كأنه قرأ لهذا اللعين أبي ليبكن هذا أو سمعه على أحد وسائل، لأن أبي ليبكن يقول أنا أمضيت سنتين أحاضر أو حضرت في أكثر من 2000 كنيسة ومعبد يهودي، يعني أتكلم بهذا الكلام في خلال السنتين الماضيتين. فيقول أنا لست عالما ولست داعية، ولكن أنا مهندس كمبيوتر، فأردت أن أوظف علمي في خدمة ديني، فقد دخلت على برنامج اسمه يعني جوجل إيرث، جايب خرائط العالم، وجلست أكبر هذه الخرائط وأصغرها، فوجدت في جبل موسى أو جبل المنجاة أو جبل الطور، وجدت لفظ الجلالة مكتوب الله محفور في الصخر بمساحة كيلو في 2 كيلو، كيلو في 2 كيلو، وحتى الشدة على اللام موجودة الله، وجدت تحت لفظ الجلالة صورة بني آدم، فاندهشت قلت هذا هذا موسى يناجي ربه، وبعدين تحت صورة البني آدم هذا وجدت حرف الطاء يعني بارزا في الصخر أيضا، والواو في بطن الوادي، والياء على جبل كاترين، فقلت أكد لي أن هذا هو جبل موسى وأن هذا هو وادي الطوى بعكس كل ما يدعيه اليهود. لذلك هذا الكتاب على بساطته من أجمل ما يمكن أن يوظف في الرد على أكاذيب ودعاءات اليهود. يعني شوفوا كتاب أبي ليبكن هذا ريتيرن تو مكة، العودة إلى مكة، أبي ليبكن أو دينيس أبي ليبكن أو فيكتور مردخاي، موجود بالإنجليزي موجود بالألماني. وأيضا شوفوا على النت كتاب هل هو موسى للمهندس أسامة القويسني، أسامة أحمد القويسني. يعني هذه بعض اللمحات التي تؤكد لنا على صدق كل ما جاء في القرآن الكريم وكذب كل ادعاءات اليهود. والله يا أخوات كل ما يقوله اليهود يعني كذب باطل لا أساس له من أصلحه. وأؤكد مرة أخرى على أن يهودي اليوم ليس يهودا، ولست أنا الذي أقول هذا الكلام، بل ان صحفي امريكي يهودي عنده مجله فكتب في يوم من الايام مقال بعنوان يهودي اليوم ليسوا يهودا، فذهب اليهود واحرقوا له المجله وقتلوه بعد ذلك. الرجل يقول ان في دائره المعارف اليهوديه مقال عن اصل اليهود، يقول المقال انه في الفتره من القرن الثاني الى العاشر الميلاديين كان هناك مملكه حول بحر قزوين اسمها مملكة الخزر، وبحر قزوين كان اسمه القديم بحر الخزر، والخزر عرق يعني مغولي تتري تركي بعيد عن المنطقة العربية بعدا كاملا. يقول هذه المملكة مملكة الخزر كانت مملكة مستعلية على جيرانها، متعدية على من حولها من البشر كما تفعل أمريكا الآن يعني وفعلت بريطانيا من قبل. فقال اليهود عبر التاريخ يحبون أن يستغلوا سلطة المتجبرين في الأرض، فتحركوا إلى ملك الخزر وأقنعوه بالتهود. واليهود أساليبهم لا نهائية، يعني عندهم الغاية تبرر الوسطة، يعني حتى لو كان الأمر في مخالفة لدينهم ما دام في مصلحة لهم يفعلون يقوموا به. فذهبوا إلى ملك الخزر كان اسمه الملك بولان، أقنعوه بالتهود فتهود وأعلن اليهودية دينا للبلاد، والخزر لا يعرفون شيء عن اليهودية. فشاء ربنا تبارك وتعالى أن تقوم مملكة مسيحية في موسكو،
وعز عليها أن يكون بجوارها مملكة يهودية معتدية على جيرانها، فقامت معارك حربية بينهم انتهت بهزيمة وإسقاط مملكة الخزر في القرن العاشر الميلادي. وتشتت الخزر دول، يعني من ذهب إلى روسيا شكلوا اليهود الروس، ومن ذهب إلى أوروبا الشرقية شكلوا يهود أوروبا الشرقية، ودول انتقلوا بعد ذلك إلى أوروبا الغربية ثم إلى الأمريكتين. وتقول دائرة المعارف اليهودية أن نسبة الخزر في يهود اليوم أكثر من 92%، وأن يهود العرب أو يهود الهند أو يهود الفلاشة يشكلون أقل من 7%. وقال الرجل أن يهود اليوم ليس يهودا، لا علاقة لهم باليهودية، ولكنه يعني مجموعة من البشر الذين تحالفوا على الشر وعلى خيانة البشرية وعلى الغدر بهم عبر التاريخ، ولذلك عاشوا منبوذين. يعني في والله أنا درست في بريطانيا في أوائل الستينيات من القرن العشرين، كان هناك مطاعم كثيرة مكتوب على نو دوكس نو جوز، ممنوع دخول الكلاب ولا اليهود، أماكن كثيرة جدا، مطاعم ومحلات ويعني سوبر ماركتات إلى آخره، نو دوكس نو جوز. الآن اليهود يحكمون أوروبا ويحكمون أمريكا للأسف الشديد، ويحكمون عديد من الدول العربية للأسف الأشد. يعني لذلك أقول علينا أن نفهم حقيقة اليهود، وأن ندرس عرض القرآن الكريم لهذه الحقيقة، وأن نجمع كل الدلالات التي تؤكد على خداعهم وغدرهم وكذبهم وتزويرهم، ونرد عليهم باللغة الوحيدة التي يفهمونها، وهي لغة التوثيق الدقيق الذي يظهر كذبهم وبطلان دعوهم. هذا ما عندي عن قصة موسى عليه السلام، وأشكر لكم حسن استماعكم وصبركم عليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.